كنت خايف مبدئيا من هذا الفيروس، كيف أقدر أحمي ربعي اللي في الدوام أو عائلتي، كيف إن في يوم من الأيام ما أنقل لهم العدوى ولا شيء. اللي حسسنا بالأمن هو القيادة والتوجيهات اللي وصلتنا بفضل من الله سبحانه وتعالى وجهود الإداريين والكادر الطبي في مستشفى العين. بدأنا نسيطر على الوضع وتأقلمنا مع التغيرات اللي صارت. أمانة الفيروس هذا علمنا أشياء وايد. طول عمرنا الحمد لله على أرض هالوطن عيال زايد يسمونا، سواء مقيم سواء أنت فعلا مواطن من أهل هالدار. ولكن الشيء الحلو اللي تعلمته أنا شخصيا في هالأزمة أن عيال زايد كفو وقد هالشيء. عيال زايد أثبتوا وجودهم، كانوا موجودين في الميدان، كانوا يحاربون كخط دفاع أول. فمن هالمنبر أقولهم شكرا، بيض الله طيوفكم وجزاكم الله خير.